السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو واحد المراجعة لواحد المنتوج اللي توصلت به من موقع جيربيست. المنتوج هو كما كتشوفوا عبارة على طندوز صغير مع هاد الورقة ديال الشرح كيفية الاستعمال. كتجي مع هاد الشيتة صغيرة باش كنضفوه ملي كنساليو من الاستعمال ديالو. كيما كتشوفو هذا هو الشكل ديالو، يعني صغير في الحجم ديالو. باش كنديرو ليه الحجرة خصنا نحلوه، لقيت واحد الصعوبة في الفتح ديالو في الأول، متحل. نبدا نزيدو الحجرة هنايا، نعاودو نسدو، كيخدم من هنا كما كتشوفوا. كما كتشوفوا هذا هو كيخدم بحال هكا، وغالبا كيخدم مع الشعر القصير ماشي الشعر اللي كبير او الغليظ بزاف. ملي كنتهيو من العملية ديال الحلاقة كنحلوه من هنا، وهنا فين كنقومو بتنظيف الزغب من هنايا، كتلقاو هاد البلاصة عامرة كنطفوها من هنا. إذا كان هذا هو المنتوج ديالنا. شكرا على المشاهدة، وإلى منتوج قادم إن شاء الله.